يا رب يا كريم، بقى يعني 52 مشترك ونصل على 100,000 يا شباب. يا رب. كثير كثير عم بستنى هاللحظة وخايف هاللحظة تصير وانا نايم، لانه بعد ساعتين رح تصير الساعة 12 ولازم نام، بكرة بدي فيق على الشغل بكير. خلينا نجيب 51 مشترك خلال ساعتين، شلون ما بعرف. هين بسم الله اكبر الله اكبر. رح ابدا اول شيء ببوست على اليوتيوب. هم يا شباب يا شباب، بقيان 50 مشترك، بوست هاي اول وحدة، شوف اذا بتجيب نتيجة. يا رب يا كريم يا كريم. عندنا كمان نصور ستوري على اليوتيوب. الله محييكم يا شباب، 99,950. بالله لا تخلوني نام قبل ما تنشروها. بوست يا معلم بوست. شو عندنا كمان؟ انستغرام وفي عندنا تويتر. يلا يا رب يا كريم. معقول تخلوا هذا الزلمة ينام قبل ما يوصل على 100,000؟ انتم لا، شان الله. لهلا ما زادوا، لك زيدوا 52. الله حيو، طلعوا اثنين. نزلوا اثنين. لا 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 لا، هذا لعب بالاعصاب. نشوف مين شاف الستوري. حدا ما حدا شافها ولا واحد. لا لا، ليكن اللي شافوا، ليكن ثلاثة. يا ربي دخيلك، كل هالسنين مريت هيك. 3 سنين معلي، 3 سنين. انا اول سنتين حسيت حالي ما كنت فهمان فيهم اليوتيوب صراحة، يعني اخر سنة بس اللي حسيت حالي اني فهمت فيها شلون تشتغل مع اليوتيوب. وتحطيت براسي انك انت ما عم تعرف تشتغل، عم تعمل اغلاط على اليوتيوب، ما تنزلوا طلعوا. الحمد لله بلشت تشوف نتائج. يا اخي شي بيجي بجلطة المشاهدة بشكل مباشر، بيطلع واحد بينزل واحد، انا راح انجليط. انا بالعادة بشيك كل ساعتين ثلاثة، ايه ها هيك اطلع، ولي ما اصل على 100,000 وتنزل واحد ليطق مخي. انا هيك ما عم بقدر اتحمل. بتتذكر وقت بدي اترك اليوتيوب؟ عم فكر اترك اليوتيوب. يا رب يا كريم. ايه طلعوا 5. يا ربي دخيلك، لك شو صار؟ ايه هذا هو، هذا مين نشار؟ في حدا عمل لي ريبلاي؟ مو معقول 70. الله اكبر، انا هي ما عملت لايف، عرفان الناس بيحبوا يلعبوا بالاعصاب، بيلغوا الاشتراكات وبيرجعوا بيشتركوا، انا قلبي لا يتحمل. انا هيك عم سجل اوفلاين وراح موت يا زلمه. ما في حدا من الاصدقاء من اليوتيوبريه من الانستغرامجيه؟ لك وينكم؟ لك ايه؟ يلا 72. الله اكبر، نطوا بكاتي. هلا ما بعرف شو راح يصير اذا وصلت على 100,000. انا كمان عم فكر فيها انه ماذا يعني الوصول ل 100,000؟ ليش انا كثير قاتل حالي على ما وصل على هالرقم؟ هل هو انجاز؟ يحس الواحد حاله عمل شغله منيحه؟ كمان بقارنها بالاخره، بقول يا اخي يعني لازم تنبسط اذا صرت اقرب لله، بس عم بصير معي تضارب مشاعر، بس اخي بالمحصله فرحان. يمكن هي تشوف نتيجه شيء تعبت عليه. يعني انا من قديش، والله من شي 10 سنين حابب اكون على اليوتيوب، اصير يوتيوبر، بس ظروف الحرب بسوريا وطلعنا وما في مكان نسكن فيه كنا لتقعد تفتح يوتيوب. الحمد لله رب العالمين، يا الله اكرمنا واوانا، الحمد لله وضعنا افضل من غيرنا بكثير. والله هي اكبر نعمه انه اعطانا المأوى والسكن والمشرب والعمل. الله يديم نعمه علينا ويفرج عن كل الناس يا رب اللي لساتهم قاعدين بالخيام وكذا. والله وقت بتذكر هالامر هيك بحس حالي حقير. ربي يفرج علينا جميعا يا رب. قلبناها حزينيه يعني من القصه. يلا يا كريم، يلا يا رحمن يا رحيم. 87. يلا 88. 89. 90. حلو، الله محيي دراد، والله دراد كفو يا رب. 92. 93. احلى موت قبل ما يوصلوا 100,000. تخيل. نطوا. 96. 4. 4 يا شباب، الحمد لله. شايف ما راح اكمل 40 دقيقة. الحمد لله. يلا يا رب. 4. ايه قوي قلبك، قولي يا رب روحي هيك. شدي. 97. خلص وقت المزح، اوعك تفصل كهرباء، تطفي شي شغلة بشان الله يا رب. مقطع الفيديو الهارد ديسك ما فيه مساحة كتير. 98. ايه
يلا اتنين اتنين وراح يقلب يصير ست ارقام. يلا خلي يا رب يا رب بعد ما نقفز القفزات. ليك قديش البني ادم طماع لسه ما وصلنا على 100 بدي اقفز القفزات لك اخ. انا قنعان يا ربي. 9 9 9 9 ايه لك. يلا يا رب. 1 ما عم صدق. والله خايف انجليط خايف انجليط. ليب ولي ولي نعمة. والله الله اكبر الحمد لله لك يا رب الحمد لله. 100,000 يا شباب. انا 100,000 ولي على بعض ولي على بعض. معلم نسينا الحمد لله الشكر لك يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا لا الحمد لله كمان الحمد لله الحمد لله يا رب. لحظة خلينا نتأكد راح نطلع فوق 100,000. قولي مخي ما تجمع. بدي اشكركم من كل قلبي يا شباب. الله يجزيكم الخير وان شاء الله اكون قد هالدعم اللي دعمتوني اياه. طبعا اول شيء الفضل والحمد كله لرب العالمين. والله ما قصرتوا دعم معلم. لا 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 اي لعب بالاعصاب يا اخي. شو هاد شو هاد يا زلمه لك نشكركم يا حجي. خلص وصلنا وصلنا يا حجي وصلنا. هذا في واحد انتبه انه عم بيكبس اشتراك عم بيصير مية عم بيرجع يلغي. شكركم من كل قلبي ان شاء الله بدي احاول قدر الامكان اكون عند هالثقه اللي اعطيتوني اياها. ما بعرف مالي سبحان الله شعور جميل. يعني كنت انا مفكر راح يكون شعور عادي بس يا اخي شعور جميل جدا. تحط هدف وتوصله حلو يعني بتحس تعبك ما راح على الفاضي. الف الحمد والشكر لله اولا واخيرا. شكرا كثير لكم. يعني بدي انهي الفيديو بس نطمن هيك نصير 10 100,000 و10 100,000 و20 بس نتأكد انه الوضع تمام. يعني والله عبد الله كفو يا اخي. عبد الله كفو ودرات كفو. وبدي اتشكر كمان علي المرجاني. ايوه علي المرجاني دعمني معلم. كنت انا قفزنا هالقفزة. كيف بيطلبوا دراع اليوتيوب؟ السلام عليكم انا وسيم من قناتك جيمراوي. اذا ما كنت مشترك اشترك واكتب لي تكرم يا اخي. ما بتزبط على المقدمة لازم اعملها. ويا جماعة غمرتوني بلطفكم بالتعليقات والمباركات لك حتى حسيتكم فرحانين أكثر مني. ولرد لكم هالجميل في هيك هديتين بسيطتين يعني حابب أعملها على هالفيديو. أول شي في 10 بطاقات ستور رح تكون إن كانت بلاي ستيشن أو إكس بوكس أو ستيم من اختيار الفائزين. كل اللي عليك تساوي إنك تكون مشترك بالقناة وتكتب لي بالتعليقات جيمراوي اسم القناة. ورح يكون السحب والنتائج إن شاء الله مع فيديو الدرع اللي حاطط له فكرة مميزة. والجيفاوي الثاني من هايبر اكس على احسن مايك عندهم اللي هو الكواد كاست اس نفسه هذا اللي عم بيستخدمه. بس هذا السحب رح يكون على الانستغرام ورح احط لك رابط السحب تحت. وهايبر اكس الشرق الاوسط والله مشكورين ما قصروا بدعم القناة. كمان رح يكون في قسم للاسئلة بفيديو الدرع. اي اسئلة عندكم اياها كمان اكتبوها بالتعليقات على هذا الفيديو. وباذن الله في فيديوهين مخطط لهم بعتقد رح يعجبوكم كثير باذن الله. وبدنا الهمة على 200,000 يا رب يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله.